السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو اليوم عاوتاني غادي يكون على امي نعيمه البنات. المهم كنشوفوها شاخده وشعله القضيه، ما بغاتش تهدى من ناحيه امي نعيمه. المهم الناس متحملين عليها تحامل عجيب وغريب ورهيب، وجبروا فيها اللحيمه وكينهشوا فيها اللحيمه وخصهم يرميوها عديمه، مولات الجلده ومولات الزبيبه. اش بغيتوا عند امكم نعيمه؟ اش بغيتوا عندها؟ خليو هيك سيده بدويه قرويه، ما قرياش ما وعياش. وي انا متفقاش معاها بزاف المسائل، كدير بزاف الحاجات ما كيعجبونيش، فتحضرها العادي والبادي كيدخل دعمني 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 دعمني. انا من هنايا كنقول امي نعيمه راه ماشي هكذا، امي نعيمه راه ماشي هكذا كيديروا، ماشي هكذا اليوتيوب راه ما كي ماشي هكذا، ماشي شروط اليوتيوب انك تدعمي البشر. امي نعيمه شدي بابك صافي، اللي جا عندك جيبي ليه الجندارم، صافي ما كاينش. انا سمعت بلي انهم كيوصلوها تهديدات باش تدعمهم، ناس مسؤولين في المغرب كيهددوها باش تدعم لهم النساء ديالهم، وهي خوفانه راه كتبكي، راه حالتها حاله ما بغياش تدعم، والناس كيعملوا لها بحال الشونطاج لامي نعيمه. دابا الناس كيبتزوها عباد الله، خصكم تفهموا بلي ان امي نعيمه ملعوب عليها كذلك. هي ايه نقولوا فيها واحد شويه الناحيه ديال الطمع، وي كتطمع، النفس أمارة بالسوء، النفس طماعة، النفس هي هايدة، النفس البشرية. واحد الإنسان ما كانش عنده أسيدي، واحد الإنسان ما كانش عنده أنا دوي عليا وجي عليا، أنا مع أنا مع أمك نعيمة، أنا مع لا مع فلانة لا مع فرتلة، أنا لا مع علانة، أنا مع الحق، أنا اللي كنشوفه منطقي غادي ندوي عليه فقط لا غير، صافي هادشي اللي كاين. أمكم نعيمة فيها الطمع، وي فيها الطمع. يعني تبغي هي هاد الكلام ولا ما تبغيش؟ انا ماشي ضدها، انا هنايا جيت نقول لا، لانني ضدكم اللي باغيين تقطعوا لها رزقها. علاش باغيين تقطعوا لهاد السيده رزقها؟ كتحاربوها. كاين تسجيلات، نهضت مولات الجلده قالت لك راه كاين شي تسجيل. انا مولات الجلده ما عندي معك حتى شي حاجه شخصيه، ولا مولات الزبيبه ما كنعرفكمش، انا كننقد انتقاداتكم التي ليس لها اساس من الصحه. نتوما غير داويين خاويين وخصكم كل نهار ديروا فيديو، للاسف انا كنتاسف لكم اقسم بالله العلي العظيم، فانا بامكاني كذلك انني كل نهار ندير فيديو ونوض نهضر في عباد الله، ولكن شوف خلي وجهكم شويه مغسول. باقي مولات الجلده دايره جلده، ما عرفناهاش شكون، واش مراه ولا راجل، ولا ما عرفناهاش شكون، واش انسان ولا كائن فضائي. مولات الزبيبه زعما انت هذاك اللي كيشطح بقاعو عريان في السوق، ما كاينش. مهم الشهر يدخل كذا الفقر ان يكون كفرة، يمكن شبع الفقر اختي هنايا في هاد اسبانيا ما عرفنا لكش. طايحه على ديك امك نعيمه، طايحه عليها باغيه تاكليها لحمه وترميها عظمه. تقي تقي وجه الله، تقي وجه الله بحال اللي تقينا حنايا وجه الله في هذيك المسخوطه ديال مولات الصاد. ودابا باغيين تعكسوا لنا الايه، باغيين تعكسوا لنا الايه. منين كنا كندوي وكنقول الحاج يمشي يدعيها، لا غادي يدخلها للحبس ويخلي وليداتها يمشيو شكون يربيهم شكون، مع ان المسائل ما وصلتش نهائيا. كتاكزاجيريو بزاف، كتبنيو المسائل غير مصلحتكم. حنا عارفين هذا الشيء منين جاي، حنا عارفين هذا الشيء الاساس ديالو منين جاي. نتوما عندكم غير سيناريو، سيناريو يحبك من طرف مولات الصالون وكتعطيه لكم. ملي كتعطيه لكم كتهضروا على نفس المساله انت ولا مولات الجلده، هذا هو للاسف هادشي اللي خصهم يعرفوا الناس. يعني مولات الصالون انا دائما كنشير لها باصبع الاتهام، انت مولات الصالون منك جاي الصاد، انت حقوده وحسوده وما كتبغيش الخير من الناس. شفتي رانيا طالعه بغيتي تهرسيها، شفتي امي نعيمه طالعه بغيتي تهرسيها، كتشوف اللي كتشوف طالع كتبغي تهرسيه، وغير اللي ما عندكش معاهم. ارى الناس صحاباتك اللي دايرين بيك وكيمسحوا لك الكابا غير ما لقيتي لهمش جهد، حيتاش كينافقوك ما لقيتي لهمش جهد. اما نهار اللي تلقى عليهم شي حاجه اقسم بالله وانا متاكده بلي انك ناكر ومنكر ديال مولات الجلده ومولات الزبيبه، هما الاولى اللي غادي يعملوا يد الله مع الجماعه معاك وغادي يطيحوا بنادم. فاعبد الله اتقي وجه الله، راه هاد ناكر ومنكر ديال مولات الجلده ومولات الزبيبه عندهم خدمه، اعبد الله فهموها، راه هادي خدمه، راه اليوتيوب راه خدمه، خصهم في الشهر يدخل لهم مليون جوج المليون. علاش ما كتفهموهاش؟ خصهم في الشهر يدخل لهم مليون جوج المليون، خصهم دائما يكونوا كيجبدوا الفيتان، دائما خصهم يخسرقوا مشاكل، دائما كل نهار خصهم فيديو، كل نهار خصهم يعملوا فيديو. هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه، ما تكذبوش علينا، ما تكذبوش علينا. حنايا كنعرفوا بعضياتنا، حنا راه كنعرفوا بعضياتنا، راه كاينين المشاهدين كيعرفوا، وتا اللي ما كيعرفش نعرفوه. لا لا فوقاش ما سمعوا هذا الفيديو، هذا ما كيهمنيش، واخا غير 10 د الناس يبارطاجيوه مزيان.
كتخترقوا الفتن في هذا اليوتيوب، ما كتهضرش على الحق، كتقولوا كتهضروا على الحق وما كاين ما تما لا حق وحق ولا لا بوسكري. انا غادي نقول شي هضره خايبه. المهم هو عندكم واحد لاسوم ديال الفلوس تدخل في الشهر، طايحين على هاد امكم نعيمه، طيحت العمى في الظلمه، سيده جهله ما قرياش، سيده كبيره تربيه بوادي، سيده ما عشتش في مجتمع حضاري، مع انكم كلكم ما عشتوش في مجتمع حضاري، كلكم على اللي كتنتقدوا كتقولوا كتنتقدوا، شكون كتنتقدوا؟ نتوما كتنتقموا، نتوما كتنتقموا على اللسان مولا الصالون، تخطيطا تفصيلا واجمالا ولا شنو كيقولوا له، كتعطيكم سيناريو نتوما كتخرجوا تهضروا، الناطق الرسمي نتوما هما النطاق الرسميين ديال مولا الصالون، كتبغي تطيح بنادم نتوما كتخرجوا في الدمه ناكل وممكن. اخ ناس خلق الله في اليوتيوب باقي اخرى دايره الجلده، قلت لكم ما كنعرفوا شكون هي، واش زعنتها، واش بنت، واش امراه، واش راجل، واش ما عرفناها شنو هي، واش شي كائن ماجي من المريخ. انت على لا ما شتلكش مولا الزبيبه، الوجه مقصدر مقصدر، كيهمك غير الفلوس، همك غير خصك تدخلي، وانت كفاش من ديك مي نعيمه؟ باقي مي نعيمه اش كدير؟ اجي من عندي، اجي من عندي نفهمكم مزيان، باقي ديك امكم نعيمه اش كدير؟ كتدخل الناس كتساوم معاهم، نعمل لك خدمه بمقابل. واه حبيبتي هادي راها واحد المساله عاديه، هادي راها مساله عاديه، مع ان انا ضدها، ما ديرهاش، ما بغيناهاش ديرها، صافي بركه تشد بابها هذيك الزاويه ديال اليوتيوب عاد شدها، حنا ما بغيناش. مي نعيمه الله يرضي عليك من هنايا شدي ليك الباب ديال هذا الشيء هذا باش ترتاح ويشدوا عليك الفمام، خدم خدمتك، كتورينا الباديه، وي كتورينا الباديه، ورينا الناس الباديه، ما كناش كنعرفوا هاد الباديه، ما كناش كنعرفوا هاد الشيء هذا، ورينا هاد العالم، ورينا حنا تيديك، شدي بابك امي نعيمه، شدي بابك، ما بقاش دعمي صافي، اللي جات من عندك تعمل لك الشنطه جيب ليها الجندار، واش انت دارك ما كتخواش من البشر؟ كلشي باغي لاصق في امي نعيمه، لا حشموا على اعراضكم، كلشي لاصق في السيده، بنت اختها بغات تاكلها ماكله، بغات تورتها في ديك القناه. باغية تورتها في القناة، هي لاصقة باللصيق، لاصقة أنا نطلعو لاباس، ما طلعوش حتى الزحاس حيا، باقيين غاطلعو نتوما قشر المناخر، أقشر المناخر، إيخ تفو على بشر كي داير، تفو عيب حشومة، أقسم بالله إلا الدل، بالله العلي العظيم، إلا هادشي أنا كي ما نكذبش عليكم كيفليبيني كاع، كلشي كيضرب على دي، كلشي كيضرب على راسو. ما فيش يوم مرحميني يوم الحساب القيامة كل شيء بنتوا على حقيقتكم يا مغاربة، بنتوا على حقيقتكم كلكم، لا كتقولوا النقاد، شمن النقاد؟ شمن النقاد؟ أبو زبال، شمن النقاد؟ هذا نقد، هذا طايحين في السيدة باغيين تاكلوها لحمة وترميوها عدمة، دابا شنو باغيين؟ واش تسدوا لها رزقها؟ دابا الرزق اللي هي مكبرة بها ولي معيشة بها وليداتها، وباغية تكبر حفيداتها، وباغية دير دار، وباغية نهار اللي هضرنا لكم على مولات الصالون ودارت العيبه بصح بصح لي مسائل ما كتعملش، التطاحنات العائليه، الاسرار البيت، خرجتنا اسرار البيت، الضرب في الاعراض وفي الشرف اللي هي عندنا كبيره، عقوق الوالدين اللي مع يعني لا مجال للمقارنه مع الطمع اللي كدير مي نعيمه، يعني الا جيتو تقارنوا ما كاينش المجال للمقارنه، يعني مي نعيمه طمعت وي عندها شي حاجه للجشع فيها الجشع، اما هذيك مولات الصندر شي حاجه فاللي كتضرب في يعني بحال اللي كطاحن مع الدين ديريكتومون، ما كاينش الدين والرحيم وبزاف المسائل، يعني ما كاينش، يعني ما كاينش، نتوما ما تقبلوهاش على راسكم، شتو نتوما الا كان عندكم خوكم بحال هكذا ودارت ليه مولات الصالون بحال هكذا، نتوما ما تقبلوهاش على راسكم، نتوما الاول اللي غتقولوا تريشوها، فانتوما لا بما انكم خدامين معاها فكتنزلوا لسانكم غير على الظلم، ماشي نقد، هذا هذا ماشي انتقاد، هذا انتقام، هذا انتقام كنسميه انا، باغي نتخرجوا على السيده وتخرجوا على الرزيق ديالها، طايحين فيها عندكم اوديوات، وريونا الاوديوات، وريونا الحقائق، سمعونا، علاش صورتي يا مولات الجلده صورتي فاطمه بريس وراها كتكذب عليها، ولا غد اللي درتي فيديو ما عنده حتى علاقه مع الواقع، فين هما الاوديوات اللي قلتي غادي تسمعينا؟ فين هما الاوديوات باش غنثقوا بك حنايا؟ فين هما الاوديوات؟ سمعينا الاوديوات، نهار اللي غادي يجيو الاوديوات حنايا غادي نوضوا ديك المي نعيمه، شتي حنا اللي كنا كندافعوا عليها حنا غادي نوضوا ليها، يعني لا يصح الا الصحيح، جيبوا لنا لي بروف، اما دابا راكم نتوما غير كتهموا السيده، غير كتهموها عيني عينك ظلما وعدوانا غير باش ما تطلعش في لي طوندونس
لا هي ولا رانيا. يعني انتما الصهد جاي، انا كنقول لكم من دائما من لهيه من لهيه، فهمتوني؟ يعني انتما خدامين عاملين بروجي، ولكن واش كتنعسوا مزيان؟ انا بغيت غير نتسائل، كتنعسوا مزيان؟ كتفيقوا مزيان؟ كتحسوا بالطمأنينة النفسية تجاه وليداتكم؟ كتوكلوهم ديك الشي حلال؟ انا غير بغيت نفهم، واش زعما حنا صعيب علينا اننا نوض يوميا نديروا هذا الشيء هذا اللي كديروا؟ والله تنطلع يما هذه القناه نسمه بالله العلي العظيم في ظرف الشهر، ونوض ندير هذا الشيء اللي كديروا وكتضربوا في هذا الناس بحال هكذا، واقسم بالله ما نكذبش عليكم نطير هذه القناه نوصل ما عرفت فين. ولكن لا، انا كنشوف الحق، كنهضر على الحق، خليني غير مع الحق، واخا كيبغي في اقليله خليني غير على الحق سيدي، غير باش تبقى وجهي والدم د وجهي يبقى فيا، عوجهي يبقى مغسول مع الله ومع ضميري ومع الناس. بالفور يا الشيفور، ولكني زدتو فيه بزاف، زدتو فيه بزاف. ويا امي نعيمه راه كتقول لكم مولات الجلده ومولات الزبيبه شدي القناه وسيري ريحي، سيري ربي الغنيمه تجيجات الى بقى لك شي فلوس باش تشري الغنيمه تجيجات، وهي دابا بيع الدم لي وشري الغنيمه تجيجات باش تربيهم وشدي اليوتيوب. لا، الا باغي تعطيو النص عطيوها بطريقه معقوله، لا ظالم ولا مظلوم. لا نتوما دابا الظلم كامل دافعتو عليه اللي هو مولات الصالون، ودابا مكم نعيمه اللي كتشوفوا فيها واحد شويه ديال الطمع. حنا عارفين بنادم مسكين كيفاش تربى، حنا عارفين كنعرفوا بنادم مسكين كيفاش تربى، بنادم ما عندوش الايمان في قلبه، يقدر ما يكونش الايمان، ما كاينش الوازع الديني، ما كاينش الثقافي، ما كاينش الوازع الاخلاقي، ما كاينش هذاك الشيء اللي دارت مولات الصالون ديالكم، مولات صالونكم دارتو عليكم بالفوريا الشيفور. مع انها كانت بدارها باقي موين عايشه، مسكينه عايشه غير في الطين، عايشه غير في الغيص، سمعتوني؟ بانية الدار غير الغيص. ايوا شفتو، ما تظلموش عباد الله، ما تظلموش. هادشي اللي بغيت نقول انا، ما تظلموش، دوي عليا وجي عليا. علاش باغيين تحطمونها تحطموها حتى لهاد الدرجه؟ علاش باغيين تهرسوها؟ اذا كنتو مصين والوصايه جايه عندكم هادي، راه ما غتربحوش كلكم، كونوا متاكدين. يجي نهار، يجي نهار اللي غادي تطيحوا فيه، يجي نهار يجي نهار. وحنا دابا غادي حنا عاوتاني غادي نتلموا على الخير، مجموعه الخير، ما كاينش، حنا غادي نهرسوكم. نتوما اللي كتقولوا كدوي مولات الزبيبه ومولات الجلده، اتقي وجه الله، كتقولوا كدافعوا على الحق، اقسم بالله ما شفت لكم حق، ولا كتنزلوا الفم ديالكم على الحق، بالله الا غير كتخربقوا، حرام عليا ديني وايماني، الا غير كتخربقوا بالله. جبهه داخلين فيها، جبهه، كتعرفوا شنو هي جبهه داخلين في هذا اليوتيوب؟ يعني كاينش اللي دوا نغمقوا عليه، بحال شي حد، شي واحد في البحر كيتكي على الاخر باش يطلع هو، نتكي باش نطلع انا، نغرقوا باش نطلع انا، داكشي اللي دايرين، داكشي اللي دايرين، باغيين يطلعوا باي وسيله، وي غادي تطلعوا، ولكن دم وجهكم واحد المره غادي يطيح، واحد النهار، واحد النهار، بحال اللي قالوا اللي قبل منكم، الوجدي والقرسيفي والزبل كامل والحزق كامل، هما واحد النهار شاف لكل يوم اجل، ولا لكل اجل مسمى، ياك واحد النهار نشوفوا عاوتاني الخاتمه ديالكم كي دايره، لان تابعين الظلم، خليكم مع الحق تربحوا شويه بشويه، دقه دقه، ماشي ضروري اني نوصل 100000 200000 300000 الدرع الدرع والدرع والدرع والدرع، ولا نجمع الملايين، وهذه نو. راه واحد النهار قلت لكم، نهار اللي تسد هذا اليوتيوب اقسم بالله ما تقدروا تخرجوا للزنقه، بالله العلي العظيم، واقسم لكم يمينا ما تقدروا تعتبوا بهذه الزنقه، لان هذا الدم د الوجه ما كاينش، لان ديك اللي كانوا معكم شي نهار غادي يدوروا فيكم، صافي تسالت لكم يا شماتت العديان فيكم ديك الساعه، ماشي غير العديان، حتى اللي كانوا معكم، لان عارفينكم ما كتضويوش على الحق، نتوما هي كتبردوا لهم على القلب شويه هكذا، ما مسلين وصافي، راه ماشي اللي كيتفرج فيكم كلشي كيبغيكم، راه الناس عام مسليه، راه عام مسليه من لهنا 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 لهنا، داكشي اللي باغي، نتوما عامين خطر الابليس والشيطان. يلا الله يعاونكم، السلام عليكم. نتمنى مي نعيمة توقف هاد الدعم، هذه رسالة أخيرة، مي نعيمة وقفي الدعم، شدي بابك، اللي جات من عندك ولا طحتي في شونطاج ولا ناس بتزوك، لأنني كنسمع دابا مؤخرا جاتني واحد المعلومة بلي أن كاين شي واحد عنده مكانة كبيرة في المغرب، باغي دعم له مراته، لأن مراته غادا دير اليوتيوب، وراهم كيديروا شونطاج، مي نعيمة كتبكي وما باغياش الدعم، ولكن كيديروا لها الشونطاج. مي نعيمة راه واحد الإنسانة التي تستغل، خصكم تعرفوها عباد الله، لان واحد السيده شويه شويه يعني عقليا، ماشي عقليا يعني، في التفكير ديالها جهله،
ما قريش ما وعيش، تخلف نورمال عادي. واحد الانسانه مش غادي يقولوا عليها متخلفه شويش، واحد الانسانه بدائيه، واحد الناس المرض الباديه ما عندهاش شي خبره في هذا الشيء. هذا اي واحد كيجهل بواحد الشيء فهو كيكون جاهل فقط لا غير. هذا الشيء اللي غادي نقول انا، انا ماشي ضده وماشي معها، انا مع الحق فقط لا غير. فمي نعيمه الا كنتي كيبتزك شي واحد ولا كيهددك شي واحد، عيطي للجندار، راه كاينين الجندار، ما تخافيش امي نعيمه، شدي بابك، ديري غير شوف امي نعيمه صفيها ومشي فيها، غير صفيها ومشي فيها وما تخافيش، واللي قرب بابك عندك الحق تعيطي للجندار، ما تستهنيش بالسلطه، عيطي للجندار، ما يكونش شكون ما بغى يكون قائد مقدم، شكون ما بغى يكون، عيطي للجندار. انت واحد ما يجي عندك يبتزك ويدبحلك او لا يجيب، ما تاخذكش امي نعيمه، راه ربي عطاك واحد الباب اللي هي اليوتيوب، فما تشوهيش السمعه ديالنا امي نعيمه، حتى انت كذلك ما تشوهيش السمعه ديالنا كمغاربه وتبقاي تاخذي فلوس. كنقولوا وي، كنقولوا لك وي، ما كانش عندك، دابا عندك امي نعيمه، انت عندك قناه امي نعيمه، عندك واحد الرزيق في يدك، حتى الناس اللي ضايرين بها لا اللي كيصور ولا هكذا ولا، ما تطمعوش فيها بزاف، لان قال لك غير اللي كيصورها راه ما عرفش شحال كيشد. سمعتوني؟ تقوا الله، تقوا الله عباد الله، وخليوا الامور ماشيه بوسطيه، وخليوا الامور ماشيه بالمعقول. فهاد السيده كتستغل، هاد السيده تستغل، عيني عينك، سيده جهله بالامور، عندها حتى شي فكره، تستغل من جميع النواحي. هادشي اللي كاين، لا اليوتيوبرزات المنتقدات كيهضروا عليها باش يطلعوا قنواتهم، لا الناس اللي دايرين بها كيحلبوا منها بحال البقره الحالوب وياكلوا ويقولوا ما شبعوا. الناس اللي دايرين بها عاوتاني لونطوغاج الكبير اللي داير بها كلشي، باغي يجي عندها ندارها باش يتصور معاها باش يطلع في القناه. هاد السيده هادي زعما اش غادي نقول لكم، بركاتك يا امي نعيمه، بركاتك، سبحان الله، يوضع سره في اضعف خلقه هو هذا. المهم امي نعيمه، انا منك نكون مراه وقاده ونشد بابي ونخدم خدمتي، نوري الباديه وما يدخل عندي حتى شي واحد، حتى شي واحد، واللي جا عندي نعيط له الجندر وراسي مرفوعه. هادشي اللي غادي نقول لكم. المهم تقوا الله عباد الله، تقوا الله في الناس، وعملوا حساب الدم ديال الوجه ديالكم، لان واحد النهار تبان الحقيقه ويطيح الدم ديال الوجه ديالكم، لانكم كنشوف فيكم بزاف ديال النفاق.